أهلا بكم. لماذا يتابع المشاهد في منطقة الشرق الأوسط عن كثب الانتخابات الأمريكية؟ لماذا ينتظر أن يعرف من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم؟ ببساطة لأن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ستنعكس على كل الصراعات والنزاعات في العالم، فما بالكم بإقليم مضطرب كإقليمنا يتأثر بشكل مباشر بالسياسة الخارجية الأمريكية؟ يبقى السؤال مفتوحاً، هل يمكن لرئيس أمريكي جديد أن ينهي هذه الصراعات؟ أم أن تأثير الولايات المتحدة لا يتجاوز حدوده التي رسمتها المصالح القومية الاستراتيجية؟ كيف ستنعكس الانتخابات الأمريكية على طبيعة العلاقة مع الدول العربية؟ هل تعود إلى سابق عهدها مع ترامب في ولاياته السابقة؟ أم أن دخول الصين وروسيا في شراكات استراتيجية مع الدول العربية سيفتح مسارات جديدة؟ العلاقات بين القاهرة وواشنطن اتسمت خلال عقود مضت بكثير من التوافق الذي بلغ حد الشراكة الاستراتيجية كما وصفها مسؤول البلدين، ولم تخلو كذلك من تباين أو اختلاف يحرص الجانبان على إبقائه قيد السيطرة حتى في ظل تعاقب الإدارات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين. إذن كيف سيكون شكل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر؟ أسئلة كثيرة سنحاول أن نجيب عليها في فترتنا التالية من تغطيتنا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.